أمريكا ليست مؤهلة لأن تكون راعية للسلام. على قاعدة الرفض المشترك توحد الموقف الفلسطيني بكافة مستوياته الرسمية الفصائلية والشعبية لمجابهة ما ارتأوا فيه مؤتمرا لتقويض الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس. فمؤتمر المنامة الذي دعت إليه الولايات المتحدة مؤخرا يتعارض ومحاولات الدبلوماسية الدولية كافة والتي تصدر الحل السياسي أولوية عملها على خلاف ما تخطط له الإدارة الأمريكية الحالية. نطالب كل الدول المشاركة أن تتراجع عن هذه المشاركة، ونطالب الأشقاء في البحرين أن يعدلوا عن استضافة هذه الورشة المرفوضة فلسطينيا والتي تصادم الموقف العربي الموحد من أنه ضد صفقة القرن. لا حل اقتصادي، ولكن فقط هناك حل سياسي للقضية الفلسطينية. هذا المؤتمر مؤتمر خطير، وإفشاله يكون في حالة واحدة وهي عملية الوحدة. وقد شرعت الإدارة الأمريكية بتسريب معلومات على لسان مستشارها حول مشاركة عدد من الدول العربية المركزية في المؤتمر، في الوقت الذي لم يصدر عن تلك الدول موقفا رسميا على المشاركة من عدمها، غير أن محللين عدوا المشاركة في إطار رمزي وتحت وطأة الضغط الأمريكي. مشاركة الدول العربية أنا أعتقد من موقف الضعف، ليس من موقف القناعة. بمعنى اليوم غالبية الدول العربية، وهذا للأسف يعني، لا تستطيع أن تقول لواشنطن لا. بغض النظر عن الدول التي ستحضر هذه الورشة، ما دام الطرف الفلسطيني غائب فهذه الورشة لن تؤدي إلى أي تسوي أو أي سلام فيها. فمع أن المشاركة العربية للمؤتمر تضعف الموقف العربي الرافض لأي تسوية تتعارض وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين، وتتعارض مع القرار الفلسطيني المقاطع لورشة الازدهار الاقتصادي بالمنامة، فيبقى غياب الفلسطينيين عنها كفيلا بإفشالها كونهم القطب الرئيسي فيها. إذن سواء أكانت مشاركة الدول العربية محدودة أم موسعة لورشة الازدهار الاقتصادي في المنامة، فالتعويل يبقى على صلابة الموقف الفلسطيني في رفضه لأن يكون المال جسرا لتمرير تنازل سياسي يقوض الحق الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. روان السراني، الغد، غزة، فلسطين.